الفضول البشري دائماً بيدفع الإنسان للبحث عن مصدر الحياة وتفاصيلها، كيف بتدور الأرض وإمتى رح تنتهي هالحياة. فبترتبط نهاية الحياة بعلامات كتيرة كشروق الشمس من الغرب وغيرها كتير، وبيبقى هالأمر هاجس متجدد مع كل تغير بتحركات الأرض وطبقاتها أيضاً. من الأمور اللي أثارت فضول الناس والعلماء مؤخراً هي توقع دوران لب الأرض بعكس اتجاهه الطبيعي، فظن البعض إنه نهاية الكون اقتربت وما هي إلا ساعات قليلة لنكون جميعاً بعداد الموتى، إلا إنه العلم دائماً بيدحض كل التوقعات الخاطئة. فحسب الدراسات العلمية توضح أنه لب الأرض توقف عن الدوران قبل عدة سنوات على فرض أنه رح يتجه للدوران بالاتجاه المعاكس. باستكمال الدراسات العلمية تبين أنه الزلازل الطبيعية اللي صارت من 60 سنة لليوم كانت متكررة وقوية وموجاتها وصلت للنواة الداخلية، هالشي اللي بيشرح إمكانية حدوث موجات انعكاسية بتأثر على دوران اللب باتجاه مخالف للوضع الطبيعي. حسب التوقعات اللي نشرتها مراكز الأبحاث الجيولوجية إن الدوران المعاكس قد يبدأ مع عام 2040، مع التأكيد أنه هالتغيير لن يؤثر على سلامة الحياة البشرية. كل ما سبق بيبقى مجرد تنبؤات قد تصيب وقد تخيب تبعاً للمستجدات الكونية والسلوكيات البشرية المختلفة.